طيب عندنا دلوقتي طبق الشوربه بتاعنا، شوربه القرع العسلي بالشوفان. مهم جدا في تنظيم وقتك وتشوفي ايه اللي بياخد وقت كتير على النار وتبداي تحطيه على النار وتنسيه شويه. مقادير شوربه القرع العسلي بالشوفان تفاصيلها صغيره، الطعم جديد ومختلف. القرع العسلي ما بين انه احنا نعمله حلو، نعمله حادق، نعمله بالبشاميل، نعمله ايس كريم، معانا شوفان، معانا قرع عسلي، فص توم، بصلايه ناعمه، وشويه زعتر. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه لطيفه وجميله. نعلي النار هنا كده، مش هستخدم هنا زبده، بس بصراحه يعني البطاطا الحلوه ما بتبقاش حلوه الا لما نحط لها مكعب زبده، بس الاكل بتاعنا النهارده هيلثي فما فيش مشكله. ننسى الموضوع شويه. بصلايه باخد الطعم الكراميلي بتاعها من غير اي زيت كده شويه الاول. شفت بقى الطعم بيجي منين؟ من التفاصيل الصغيره اللي بتكلم عليها دي كده. لما يكون عندك طاسه شديده الحراره او حله زي دي كده سخنه جامد، انزلي بالبصلايه متقطعه وسيبيها تتقلب شويه كده. نرجع لمدرسه زمان واكل زمان وطعم زمان وجمال زمان ودلع زمان، تلاقي طعم البصلايه المشويه في قلب الحله. جه منين؟ جه من التفاصيل الصغيره اللي بيتكلم عليها. من غير زيت ولا زبده ولا سمنه، بدات البصلايه كانك بتشويها. الريحه الحلوه دي بتاخد القرع العسلي في سكه تانيه وطعم تاني خالص. في الاخر هنزل بشويه زيت صغيرين. شفت التحميره دي مهمه جدا، ميه البصلايه بتنشف بس في قلب الحله. ريحه البصل المشوي في قلب الحله اهو. التقليبه دي مهمه جدا، ما تسيبهاش وتروحي تتشغل بحاجه تانيه، هترجعي تلاقيها محروقه وشكلها مش لطيف، خلي بالك اهو. بس لازم تكون نار شديده. علل ولماذا؟ لان لو حطيناها على نار بارده وحله بارده ميه البصل هتنشف وتدبل مني من غير ما استفيد بطعمها. فلازم تنزل في درجة حرارة عالية جدا عشان اخد الريحة بتاعة البصل المشوي اللي بالشكل ده كده. شامم ريحة حلوة انا، والشاهد على كده اساتذة المصورين. هننزل بمعلقتين من الزيت. الله عليك يا عم غازي. هو ده. ونقلب. ايه الريحة الحلوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. فص توم حلو. ولان القرع العسلي له ريحة كده وله طعم مختلف شوية. يعني بيبقى دايما معروف ان هو بيتاكل حلو. بيخش في اطباق الكسكسي كلنا عارفين. معانا زعتر. الله، هنا الموضوع اختلف. نقلب كده كده. انا بحضر البصله والتومه بالزعتر والطعم الجديد. ناخد القرع العسل بتاعنا الجميل. اللهم صل على النبي. اهو الله، ده طبعا طالع من الفريزر. احنا عدد افراد اسرتنا 5 4، ربنا يزيدكم يا رب. اشترينا حبه قرعيه عسله وزنها بيوزع 5 كيلو، قطعها على 5 اكياس تقريبا او 10 اكياس حسب عدد افراد الاسره، واحطها في الثلاجه من وقت للتاني، مره بالبشاميل، مره شوربه، مره ايس كريم، بالشكل ده كده، مره مهلبيه، وهكذا. ونقلب. والقرع العسل عندنا في الطريق الزراعي وانت رايحه على بلاد بحري والصعيد الجميل بثلاثه تعريفه العالم بيحسدنا عليه، بره بقد كده من الدولارات. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ نرجع للصديقه بتاعتي وصاحبتي الحله اللي على ايدي اليمين، عارفين اللوكيشن بتاعها فين؟ دايما بتبقى على ايدي اليمين. حلو، اوعى اهي اهي اهي، بص الحلاوه اهي، مش الكوسه، هي الشوربه اهي اهي، شفت الحلاوه؟ هو ده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا ام غازي؟ هنقلبها تقليبه زي الفل. كذا طريقه بقى عايزه تعملي الشوربه دي. ممكن تشوي القرع ده في الفرن، ممكن تعمليه بالطريقه دي، بس طبعا هياخد شوفان فلازم ان احنا ايه نتعامل معاه بالشكل ده كده. مش هنزل بالشوفان دلوقتي عشان لو نزلت بالشوفان هيعرقل عمليه السوى. الشوفان شويه اناني، في الياف فعاله وغير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء بتاع المصانع والشركات، عداد يعد وعداد يحسب فلوس. فالشوفان فيها الياف فعاله وارياف غير فعاله. الالياف الفعاله اللي فيه اللي بتمتص الدهون والكوليسترول ومكنسه المعده بالاخر، والالياف اللي هي الغير فعاله اللي هي طبعا البروتين اللي موجود فيه والنشويات والحاجات اللطيفه. فانا لو نزلت بيه دلوقتي هيفرش لي الحله ويبدا يعرقل عمليه السوى وما يبقاش لطيف. فانا مش هنزل بكل الكميه دي على فكره، احنا كرمه جايبين كتير يعني، اللي انا هنزل بيهم كلهم حفنه بدايه كده في الاخر خالص. هنغطي الحله دي ونسيبها تستوي على النار. كده عرفت ازاي تعملي شوربة القرع العسلي بالشوفان طريقة صحية بنسبة كام يا مغازي؟ دي بنسبة 95%، مرحلة أولى في قمة أولى من التنسيق.
واشوف شوربه القرع العسلي بتاعتنا اللي هي بالشوفان اهو، ده مش محتاج الهاند بلندر خالص، خلي بالك، لان تفاصيل القرع العسلي عايز اشوفها كده اهو بالشكل ده كده، هي هو لوحده بيتهرس اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ اهو الله، معايا الشوفان بتاعنا مش كتير، شويه كده بقبضه ايدي اهو 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 اهو، كمان شويه بس خلاص زي الفل. ونخليه هنا برضو معانا اهو، تمام. شفنا استخدمنا الشوفان ازاي، ونقلب كده. اللهم صل على النبي. دي بقى لو مش عاملها دايت انا والاكل النهارده مش هيلسي ومش صحي، نص كوب من الكريمه اللباني ودانا في مكان تاني خالص. نص كوب من الكريمه اللباني. الشوربه دي لطيفه وجميله وكلها عناصر غذائيه مفيده جدا. القرع العسلي اليقطين مش محتاجين نتكلم عنه. وبعدين دلوقتي في التكنولوجيا والتحديث، كبسه زر على التليفون اللي بين ايدك دلوقتي اللي انت ماسكاه ومش مخليها بالك من القناه الاولى، وبزعل انا خلي بالك، طالما انا شغال على القناه الاولى خلي التليفون والريموت كنترول في اوضه ثانيه من فضلك عشان ما نضيعش وقتنا، وتابع انا بقول ايه، لان من بين التفاصيل وبين الكلام وبين السطور بقول معلومه غير معلومه، خلي بالك ده مهم جدا. الشوربه هنا جاهزه زي الفل، تمام، هقدمها. حلو، القرع العسلي الاول خد الطعم من البصلايه اللي انا حمرتها وشوحتها، وخدت الكرمله بتاعتها في قلب الطاسه من غير اي ماده دهنيه زي ما شفنا في البدايه. الشوربه كده نغرفها، ممكن نحط لها شويه بقدونس، شويه كرفس، مفيش اي مشكله. طبق الشوربه هيتغرف هنا، اللهم صل على النبي، مكانه كده حلو تمام زي الفل. طيب تعال ادي الشوربه جاهزه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ما اقولكش، شويه شوربه من دولت في جو الشتا ده، وانا قاصد اسيب تفاصيل القرع العسلي ده كده بالشكل ده كده بالطعم ده كده عشان اللي يقعد على السفره يعرف يقول احنا عاملين ايه. الله 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 الله، شوربه صحيه من الدرجه الاولى بنسبه 99.9. قولي لي فين الماده الدهنيه هنا، قولي لي فين المشكله الصحيه هنا. الف هنا وشفاء للي ياكل واللي يشرب، نشيل دي ونخليها على جنب.